إيران دولة جارة للعراق، وأي دولة جارة للعراق تحدث فيها تطورات مهمة جدا على صعيد دول عالمية كبرى مشاركة في مثل هذا الاتفاق سينعكس بالنتيجة على العراق. ونحن لاحظنا خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي وبدأ بفرض عقوباته الأقصى أو الأشد على إيران، أيضا ربط العراق بهذا الموضوع، وهذا الأمر طبيعي جدا. يعني حتى وإن كان العراق لم يلتزم بالعقوبات الأمريكية الأحادية، لكن بالنتيجة العراق يتضرر، وتضرر حتى على مستوى الأمني، لأن الشد والجذب في العلاقات أو التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية بغض النظر عن رغبة الطرفين في تسوية حساباتهما، بالنتيجة نتائجها على العراق. أنا من خلال متابعتي للبرنامج النووي الإيراني تحديدا، نعم، ورافقت الكثير من مراحل المفاوضات التي كانت تجري سابقا بين إيران وبين الترويكا الأوروبية قبل أن تنضم لها روسيا والصين وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية، حتى كان موضوع العراق، موضوع اليمن، موضوع لبنان، المنطقة بشكل عام، يعني أزمات المنطقة، القضية الفلسطينية، ما يسمونه بالتسوية أسمعك المتعثرة أخوي في العزيز، الشرق بس الصوت الأوسط، كله كلها منعزل، كانت مطروحة يعني ما أقدر في أفهمه. المفاوضات السابقة قبل أن يتم الفصل بين الملفات عام 2013. يعني العراق كان على رأس الموضوعات في المفاوضات السابقة عدا 2013، اتفقوا على فصل الملفات وأن يحسموا الملف النووي، بعد ذلك يأتون إلى ملفات أخرى. من هنا فإن جميل. العودة الأمريكية الوشيكة كما أعتقد إلى هذا الاتفاق النووي ستنعكس بتفاهمات إيرانية أمريكية حول أزمات المنطقة وعلى رأسها العراق. طيب هاي الطاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.